مشاهدينا، من أهم الأعراض اللي يمكن ملاحظتها عند المصاب بكورونا هي نقص الأكسجين، سواء في المرحلة الأولى من الإصابة أو في المراحل المتأخرة. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع أكثر وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لمصاب كورونا بشكل عام مع الدكتور محمد مهيرات، الطبيب العام. مرحبا دكتور محمد. أهلا فيك. أهلا دكتور محمد. بداية، لما يعرف الشخص أنه هو مصاب بكورونا أو أحد أفراد عائلته الموجودين معه مصابين بكورونا مثلا، كيف ممكن نقيس العلامات الحيوية وملاحظتها قبل ما نضطر للجوء لمقدمي الرعاية الصحية؟ هلا، أول شيء لازم نقسم مرضى كورونا إلى عدة أقسام، اللي هو مريض بدون أعراض، مريض بأعراض متوسطة، مريض بأعراض شديدة. نعم. الأعراض نحكي الأعراض بدون أعراض اللي هو لا يوجد عليه أعراض، مجرد إنفلونزا بسيطة جدا. شديدة الأعراض ممكن المريض يشعر في حرارة، ممكن يشعر في تعب عام، في ضيق في التنفس، أعراض شديدة ممكن ضيق في التنفس، تعرق، تعب عام، حرارة غير مسيطر عليها. نعم دكتور. هون لازم نعطي المعلومة لكل مراجع أو كل مصاب كورونا أنه نسبة الأكسجين في الدم هي تحت فوق 94%. هذا المعدل الطبيعي. هذا المعدل الطبيعي. فكل مريض عنده أعراض متوسطة أو فوق المتوسطة يجب أن توجب عليه جهاز، يكون متواجد على جهاز بلس أكسوميتر اللي هو ممكن يتم شراؤه من الصيدلية بهذا الشكل. دكتور، هذا جهاز قياس الأكسجين. قياس الأكسجين المنزلي. ممكن يكون الشخص بدون أعراض، هو مصاب بكورونا، لا توجد لديه أي أعراض ملحوظة، ولكنه يضطر إلى استخدام جهاز الأكسجين، يعني يجب وجوده معه في المنزل. أغلب المرضى اللي أعراض تحت المتوسطة لا يحتاجون إلى، لا يحصل عليهم مضاعفات. من أهم مضاعفات الكورونا هي تحصل بين يوم 7 و10 من الإصابة. نعم. اللي بيصير عندنا مضاعفات اللي هي serious complication. حتى في المتحورات الجديدة دكتور؟ حتى في المتحورات الجديدة المضاعفات لم تختلف، لا متحورات قديمة أو جديدة. دكتور، بالنسبة لجهاز البلس أوكسيميتر اللي هو قياس الأكسجين المنزلي، كيف ممكن استخدامه؟ وهل هنالك شروط واجب مراعاتها عند البدء باستخدام هذا الجهاز حتى نحصل على نتائج صحيحة ودقيقة؟ نعم. هون الجهاز لازم يكون لعدم وجود أي مادة على الأطراف. نعم. لأنه ممكن يعطينا خطأ في نسبة قياسة الأكسجين. وجود طلاء الأظافر، وجود الحنة، برودة الأطراف. دكتور، برودة الأطراف طبعا تؤثر، لكن ممكن أن نقيس إلى عدة أكثر من أصبع حتى نأخذ النسبة الصحيحة. نعم دكتور. خاصة في المرضى الذي يعانون من برودة الأطراف ممكن يعطينا نقص أكسجين، بهاي لازم نجرب بالأطراف الأخرى نقيس الأكسجين. دكتور، الآن ننتقل إلى أسطوانات الأكسجين. إحنا بنعرف إنه الأطباء لما يجيهم مريض كورونا هذه الأيام أول شيء يوصلهم بمميعات الدم لمنع حدوث تجلطات رئوية تحديدا. نعم. وأيضا صاروا ينتبهوا إلى ضرورة قياس الأكسجين المستمر ووجود أسطوانة أكسجين بعد تعافي أو بعد خروج المصاب من المستشفى حتى يستمر باستخدامها أثناء وجوده في المنزل، لكن لو حكينا بنسب قليلة. لازم إحنا نعرف إنه نسبة الأكسجين يتواجد عند أجهزة اللي هي جهاز الخمسة لتر، جهاز العشر لتر، هذا نعم. متوفر منزليا. هذا الأغلب أغلب المرضى يتابعون بعد خروجهم من المستشفى إلى استخدامه، استخدام الجهاز الخمسة والعشرة، وهذا المتوفر حاليا. أكثر من العشر لتر غير متوفر منزليا. يجب أن يكون بإشراف طبيب دكتور استخدامه؟ يفضل طبعا بإشراف طبيب. نعم. لأنه في حال نقص نزول الأكسجين أكثر من 94 يتوجب على المريض دخول إلى المستشفى في حال راح الإصابة. يكون غير مجدي استخدامه في المنزل، غير مجدي دون رقابة. هذه فقط في الحالات البسيطة اللي ممكن يصير فيها تشبع أكسجين لكن بالمعدل الطبيعي. مثلا احنا كأطباء نوصف للمريض انه يكون عنده جهاز منزلي، الأغلب بعد فترة العلاج من المستشفى. بعد فترة العلاج، مو قبل بدء بالعلاج. لا يتوجب على الجهاز الأكسجين المنزلي لأنه ممكن يكون مصطحب في ارتفاع عامل التخطر في الدم. نعم دكتور. ممكن المريض في أي لحظة لا سمح الله أنه ينصاب بجلطة رئوية وما بنقدر نسيطر عليها من وصوله إلى البيت إلى المستشفى، ممكن يكون تأخر على الحياة، هذا تأخر على المريض، ممكن يحصل مضاعفات أكثر مثل. نعم دكتور. جلطات رئوية. دكتور، في المستشفيات تكون هنالك مولدات أكسجين، وأتصور في عيادات الطوارئ كما هو الحال في المنازل أسطوانات الأكسجين العادية. أسطوانات أو مولد جهاز أكسجين. نعم. الأسطوانة ممكن تخدم المريض من 5 إلى 6 ساعات حسب حجم الأسطوانة. المولدات الأكسجين هي تغذى من مغذيات رئيسية، لأنه ممكن بضخ المولدات الأكسجين المنزلية من 5 إلى 10 لتر. إذا نختم حوارنا معك دكتور بقياس الأكسجين
اللي يمكن أنا حاطة طلاء الأظافر لكن ممكن توصل إلى نتيجة صحيحة، ممكن ما تكون دقيقة ولكنها صحيحة. ما تكون دقيقة ممكن صحيحة، ممكن تعطينا منبه لهذا الشيء. خلينا نشوف دكتور. ممكن نقيس لك عن جهاز، هذا الجهاز لا يستخدم في المنازل، في المنزل يوجد جهاز نسميه البلس أوكسيميتر المنزلي تحدثنا نعم. عنه، لكن هذا في المستشفيات وهو دقة أعلى من هذا الأكسجين. هون راح يبين البلس، البلس أوكسيميتر راح يبين الهارت ريت اللي هو نبضات القلب ومستوى الأكسجين في الدم. مستوى الأكسجين عندك 95% ممتاز جدا الحمد لله، وأمورك نحكي بشكل عام ممتازة، الأعراض الحيوية كلها طبيعية، العلامات الحيوية طبعا. شكرا شكرا دكتور، شرفتنا دكتور محمد مهيرات في الإسعاف الأولي. شكرا لك، سلام عليكم.